كما أشار الجبيري إلى أن الحشد الشعبي مؤسسة طائفية بحتة تدار من قبل ضباط إيرانيين على رأسهم قاسم سليماني، وقد ارتكبت مجازر في بعض المناطق العراقية مثل أنبار، مؤكدا أن العراق إذا أراد أن يكون موحدا فلا يوجد مكان لطائفية مسلحة لا يكون ولاؤها لعراق واحد. فيما يتعلق بالحشد الشعبي في العراق وضمه أو إعطاه شرعية، الحشد الشعبي كما يعلم العالم مؤسسة طائفية بحتة. هناك مجازر ارتكبت في مناطق في العراق، بالذات في الأنبار وغيرها من المناطق، والحشد الشعبي يقاد من قبل ضباط إيرانيين وعلى رأسهم قاسم سليماني. فأعتقد أنه من المهم، ونحن نؤيد الأشقاء في العراق في مواجهة الإرهاب وفي مواجهة داعش بالذات، ولكن أيضا نؤيد الوحدة العراق واستقلال العراق وعروبة العراق، ونحن نقف يعني ندعم كل الفئات في العراقية ولا نفرق بين طائفة أو طائفة أخرى، وهذا ما نتمنى أن تكون سياسة العراق. وبالنسبة للحشد الشعبي كما ذكرت، إذا أردنا أن يكون العراق موحد ويكون فيه مساواة بين الأطياف المختلفة في المجتمع العراقي، فلا مكان هناك لقوات طائفية مسلحة قد لا يكون ولائها لعراق واحد. فهذا موقفنا من الحشد الشعبي.